بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: أرجو أن تفسر الآية وتقف معها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يقسم الله سبحانه وتعالى أنه أنزل إلينا كتابا هو القرآن الكريم، فيه ذكركم أي فيه شرفكم. الذكر هنا هو الشرف، فالقرآن الكريم شرف لهذه الأمة لما أودع الله فيه من الخيرات، ولأنه الكتاب المعجز، ولأنه الكتاب الشامل لمصالح العباد، والكتاب العام للبشرية، كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية. وكانت الكتب السابقة كل كتاب خاص بأمة من الأمم، لأن رسالات الأنبياء السابقة خاصة بأممهم ليست عامة للبشرية، أما رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عامة للبشرية. إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه أوحي إليه هذا القرآن لينذركم به، أي المخاطبين وهم العرب، ومن بلغ من سائر البشرية. فمن بلغه القرآن وهو يفهم معناه قامت عليه الحجة، فلا حجة له عند الله إذا لم يتبع هذا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، ما فضل الذكر وما فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الذكر كل الأعمال الصالحة كلها ذكر لله، ذكر قولي وذكر عملي وذكر اعتقادي. هذا الدين كله ذكر لله سبحانه وتعالى، ومنه الذكر باللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير. الذكر عام لكل الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول: ما الأجر المترتب عند الله على من أصيب ببلاء ثم صبر واحتسب؟ قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو المرتكز العظيم في هذا الدين، فلا دين لمن لا صبر له. الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الصبر، والذي يعمل طاعات ويجاهد ويتصدق فإنه يحتاج إلى الصبر، وكل عمل صالح فإنه يحتاج صاحبه إلى الصبر والثبات. والصبر ثلاثة أنواع: صبر
صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، كلها لا بد منها. نعم. هذا سائل يقول يا شيخ، سؤالي عن الصيام، هل ورد صيام شعبان كاملا، وما حكم من يصوم يوم ويفطر يوم من شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام شعبان كاملا، ولكنه كان يصوم أكثره ولا يستكمله، ولا يصام شهر كامل إلا رمضان الذي فرض الله صيامه على العباد. وأما صيام يوم وإفطار يوم فهذا صيام داود عليه السلام، وهو خير الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم، خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. يقول السائل، قرأت بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال يقولون بأن هذا فيه حديث ضعيف أو فيه ضعف. الحديث في صحيح مسلم ولا يقبل قولهم فيه، الحديث صحيح. وصيام الست من شوال متأكد، وهو صوم تطوع، وصيام الست من شوال يكمل الله به صيام رمضان في صيام الدهر. فصيام رمضان عن 10 أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 أيام من شوال عن 2 شهر، فشهران وعشرة أشهر 12 شهرا، وهذه شهور السنة. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر و6 أيام من شوال عن 2 شهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سعد، ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين أن هذا المعالج مشعوذ ودجال، ولم يكن يعلم هذا الشخص، ماذا عليه من الكفارة؟ عليه أن لا يعود إليه، وأن يحذر منه، ما دام ثبت أنه مشعوذ وهو ذهب إليه يحسن به الظن، وما عليه شيء في هذا لأنه لم يتعمد، ولكن لا يذهب إليه مرة ثانية، وعليه أن ينصح الناس عن الذهاب إليه. نعم. يقول السائل، خليفة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعاء معينا يوم الجمعة؟ لم يثبت أنه عين دعاء ليوم الجمعة، ولكنه حث على الدعاء في يوم الجمعة وتحري ساعة الإجابة، فإن هذا اليوم الشريف والفاضل فيه، قال صلى الله عليه وسلم، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم أو مؤمن وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. فهذا اليوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام وأفضل الأيام، وفيه هذه الساعة العظيمة. نعم. محمد يقول، فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي تجعل المسلم من عباد الله السابقين والمقربين إليه؟ السابقون والمقربون هؤلاء هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم المقربون، وهم الذين تركوا الأعمال السيئة المحرمة والمكروهة، وأدوا الأعمال الصالحة الواجبة والمستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أم ريان تقول، بالنسبة للأطفال والقيام بتغسيلهم حتى عمر 5 سنين بعد قضاء حاجاتهم، هل يبطل الوضوء؟ إن كان ليس على يد الموضئة والمنظفة فليس عليها حائل، فإنه يبطل الوضوء إذا مست فرجه، مست القبل أو الدبر بدون حائل، فإنه يبطل وضوءها إذا كانت متوضئة. أما إذا كانت لابسة على يدها شيء، أو جعلت بينها وبين الفرج طفل حائلا وغسلته من ورائه، فإنه لا يبطل وضوءها بذلك. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تذكر بأنها مصابة بعين منذ فترة طويلة مع استمرارها بالعلاج في الرقية والزيت والعسل، تقول بأنها احتسبت الأجر من الله ورأت رؤيا، وبعد تفسيرها قالوا بأنها ابتلاء خير، فأري من نفسك خيرا. نعم، هذا الرؤيا تكون حقا، تكون الرؤيا حقا ما دام رأت رؤيا وفسروها لها فإنها تقع، الرؤيا إذا لم تفسر فإنها لا تقع، وأما إذا فسرت فإنها
فإنها تقع إذا كان الذين فسروها من أهل العلم والبصيرة. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول: أشكل علي الجمع بين النصوص التي تبين أن المؤمن يحيا حياة طيبة وسعيدة في هذه الدنيا، وكذلك النصوص التي تبين بأن المؤمن مبتلى في هذه الحياة. نعم، هذا خير له، ابتلاؤه إذا صبر فهو خير له، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فأجر، وإن أصابته ضراء صبر عليها فأجر، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، ما معنى الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ من حرم زينة الله، هذا رد على الذين تقربون إلى الله بالعري فيطوفون بالبيت عراة، هذا من أفعال الجاهلية، يطوفون بالبيت عراة يظنون أن هذا يقربهم إلى الله ويحرمون ستر العورة. الله جل وعلا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال قبلها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والفاحشة هي أنهم يطوفون بالبيت عراة، كشف العورة هذا فاحشة، الذي أصبح الآن إلا من رحم الله أصبح أنه من علامات التقدم والرقي لا سيما في النساء، فهذا خطر وهو من كيد الشيطان لبني آدم. وأما قوله تعالى: والطيبات من الرزق، قل هي للذين، أي الطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم فيها الكفار تبعا لهم، فهي مخلوقة للمؤمنين ويشاركهم فيها الكفار تبعا لا أصالة، ثم يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين ويحرم منها الكفار. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل: هل يجوز بيع ملابس الحفلات وملابس الأعراس والسهرات؟ أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذا. الحكم الشرعي: الملابس لا تستر المرأة، فإن بيعها حرام وثمنها حرام، فيجب التفطن لهذا العمل، ولا يباع إلا الملابس الساترة التي ليس فيها زينة تخرج بها المرأة أمام الناس. نعم. السائل يقول: ما حكم من أكل من لحم ذبيحة في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل نذر أن ينحر إبلا بمكان يسمى بوانة، قال صلى الله عليه وسلم: أفيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أفيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا منقطع في صلاتي فأصلي فترة من الزمن ثم أقطع. لا تصح صلاتك التي صليتها إذا كنت تركت بعض الصلوات المفروضة متعمدا، يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل. لا يجوز ترك الصلاة متعمدا، يخرج من الإسلام، عليك التوبة إلى الله من جديد والمحافظة على الصلاة من جديد، المحافظة على الصلاة دائما وأبدا، والذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلواتهم يحافظون، فيجب عليك المحافظة والمداومة على صلاتك ولا تترك شيئا منها، أعني الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا في الناس والنائم. أما المتعمد فعليه يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد، فترك الصلاة المفروضة متعمدا كفر، يخرج من الملة. نعم. هذا سائل يقول: كيفية الغسل يوم الجمعة، هل هو نفس غسل الجنابة؟ غسل هو إفاضة الماء على جميع البدن، جنابة وفي غيرها، فرضه ومستحبه تعميم البدن بإجراء الماء عليه. نعم. يسأل عن حكم ضم الركبتين أثناء السجود، بارك الله فيكم. لا بأس بذلك، حسب حاجة الإنسان، الناس يختلفون، منهم المريض، منهم الكبير، منهم النشيط، لا بأس بضمها أو تفريقها. نعم. يسأل أيضا عن صحة سنة العصر 4 ركعات قبل الصلاة وسنة الوضوء في أوقات النهي. العصر ليس لها سنة، لا قبلها ولا بعدها، وإنما هذا نفل مطلق، يفعله قبل العصر على أنه نفل مطلق لا على أنه سنة للعصر. نعم. هذا السائل يقول بأنه طالب جامعي يدرس
في مدينة تبعد عن مدينة إقامته حوالي 30 كيلو أو أكثر، بحيث يدركني أحيانا صلاة الظهر والعصر، مع العلم بأن هناك بعض الطلبة من مدينتي من يقيم في الجامعة أثناء مرحلة الدراسة، يعني أسبوع. بالنسبة للصلوات، هل يأخذ برخص السفر؟ لا، الذي يقيم أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة ولا يأخذ برخص السفر، ولا يفطر في رمضان إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر. أما الذي يقيم في مكان أثناء سفره ولا يدري متى يرحل، فإن له أن يقصر الصلاة وأن يجمع الصلاة، لأنه ما زال في عداد السفر ونية السفر. نعم. هذا سائل يقول بأنه نوى السفر في رمضان هو وزوجته، وفي نهار اليوم الذي سيسافرون فيه أفطروا، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز الفطر إلا إذا غادروا عامر البلد وأسفروا، يعني تبينوا بشرعوا في السفر خارج البلد، يجوز لهم الإفطار إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر. وأما ما داموا في البلد أو في بيوتهم وهم ينوون السفر فإنهم مقيمون، لا يجوز لهم الإفطار ولا يجوز لهم قصر الصلاة. نعم. يسأل يا شيخ هذا ويقول أريد أن أعرف حكم المصافحة بعد الصلوات المفروضة مع الجالسين عن يميني وشمالي. التزام هذا لا أصل له، أما أنه إذا رأى صديقه أو رأى رجلا يحبه فلا مانع أن يصافحه بعد السلام من باب التحية. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هناك من يقول بأن لبس النقاب ليس بواجب، وقيل لو كان واجبا ما أوجب الله كشف الوجه للمرأة بالحج أو العمرة، فهل يصح هذا القول؟ هذا غلط. المرأة حتى في الحج والعمرة إذا مر بها الرجال تغطي وجهها بالخمار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة تغطي وجهها في حالة الإحرام وفي غيره عن الرجال. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأجبتم عن أسئلة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.